طبعا في الامور هذه الماليه انا ما افهم فيها كثير، لكن حسب انا في الخبره بتاعي في مسيرتي الرياضيه، ليش هنا في السعوديه مثلا كل نادي بعد نهايه موسم يا ابو نايف ان جلسه عامه، تعرف ايش معنى جلسه عامه؟ توضح الارباح والديون على النادي عشان ما تتراكم الديون هذه. انا شفتها في تونس، شفتها في تركيا، بعد نهايه الموسم يعطيك ايش تدخل للنادي وايش طلع وايش راح. هذه مفروض عشان ما تكون تراكمات، لان الرئيس اللي بيجي بعدك مثلا بعد مش لازم بعد 4 سنوات، مفروض مثلا زي مثل الهلال نتكلم عن النصر بالنافل مثلا 4 سنوات في النادي. كل نهايه الموسم يعطينا هذا موجود الان شيء كامل بس بدون تفاصيل، يعني يقول لك مثلا اي يعني يقول لك الايرادات للنادي والمصروفات بس بدون تفاصيل، لكن المفروض انت تعلن تفاصيل في العالم كله تعلن. وبعدين في الحاجه الثانيه تقدر انت بالامور هذه تعرف كيف تشتري لاعبين، تعرف كيف تبيع. والحاجه الثانيه المهمه جدا ابو فيصل ان الانديه السعوديه تستهلك ولا تبيع في اللاعبين، لهذا الديون متراكمه، رغم مش متراكمه فخلينا من داخل الملاعب حتى في بيع اللاعبين، اللاعب تجيبه تخليه تستهلك اليوم يطلع منك بلاش، هذه حتى هذه مشكله كبيره. اذا احنا بنقارنوا الاحتراف ونطوره في مستوانا المالي، لان كره قدم ليست في الملعب فقط، هي اداريه، الاداره بتنعكس على المستوى الفني. لهذا لو كل محاسبه كل نهايه موسم حتشوف الانديه مستحيل تكون فيها الامور الماديه بالطريقه هذه والضائقه الماليه.